الله وبركاته. مشاهدينا الكرام على قناة يمن شباب، أطاب الله مساءكم بكل خير، أحييكم وأرحب بكم على الخط الساخن. بداية مشاهدينا الكرام، مشاهدي الخط الساخن ومتابعي الخط الساخن في كل مكان، أعتذر عن الانقطاع الذي حدث خلال الأسبوع الماضي نتيجة للظروف الصحية التي كنت أمر بها خلال الأسبوع الماضي، وها نحن من جديد نلتقي لنسهم سويا في إطار التصحيح الإداري في المؤسسات كما تعودنا دائما. مشاهدي الكرام، الحقيقة هنالك العديد من الأسباب أو مجموعة أسباب تتكامل مع بعضها البعض لتنجب قضية ملحة ومهمة في المجتمع، وهي الإسهام في التوعية المجتمعية أو التصحيح الإداري في المؤسسات. هذه الأسباب كثيرة وكثيرة جدا، وصعب أن نحصر كل هذه الأسباب التي تكاملت لكي نصل إلى هذا الوضع المأساوي الذي نعيشه في هذا البلد. لكن أهم هذه الأسباب نظرة الحاكم العربي للسلطة، تلك النظرة التي توحي بأنها ملكا خاصا له ولأولاده كل الدولة بمؤسساتها، وأنها متاعا يحق له أن يتصرف به للإثراء الذاتي أو التوريث لمن يشاء أو البيع والشراء والمقايضة. وهذه النظرة أو هذه القناعة موجودة في كثير من أوطاننا العربية. مشاهدي الكرام، من هذه الأسباب أيضا نمو طبقة متوحشة كلنا يعرفها وكلنا يحتك معها بشكل مباشر أو غير مباشر يوميا تقريبا. هذه الطبقة تتغذى على الفساد وانعدام العدالة والحرية واستشراء البطالة في هذا الوطن. أيضا ذلك الفجور الذي مارسه النظام التسلطي السابق خلال السنوات الماضية، والذي داس بأقدامه كرامة الإنسان خلال الفترة الماضية. شطط النظام الفاسد في القمع والفساد والتزييف والاحتقار، كل هذه الأسباب وغيرها تتكامل مع بعضها البعض لتضع الإنسان اليمني أو الإنسان العربي أمام تحد وجودي، أكون أو لا أكون، فقرر أن يكون. مشاهدينا الكرام، اليوم لابد أن نسهم سويا، لابد أن نكون عند قدر المسؤولية، لابد أن نسهم جميعا في التصحيح الإداري، كل في موقعه وكل في مكانه. وسيبقى الخط الساخن معكم على اتصال مباشر ليكون همزة الوصل بين المواطن والمسؤول على الهواء مباشرة، يسعى لحل المشكلات والقضايا العالقة وإيصال أيضا الملاحظات والاقتراحات للجهات المعنية، بالإضافة إلى طرح قضايا ملحة في إطار التصحيح الإداري في المؤسسات. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم على الخط الساخن، ونستقبل أول اتصال. مرحبا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا أخي الكريم، أسمعك، تفضل. معكم مجاهد علي سعيد الغامدي. من؟ مجاهد علي سعيد العثمي. مجاهد علي سعيد، مرحبا أخي. والله أنا أولا نشكر قناة اليمن شباب، أهلا وسهلا، اهتمامها القضايا المجتمعية، وكذلك نشكر مراسليها الذين قريبين من قضايا الناس. مرحبا أخي، أشكرك، تفضل. أريد أن أطرح قضية أمام أخواننا المجاهدين وأمام الرأي العام. أنا والد الطفل الذي تم اختطافه في 4/9 وظل مخطوفا حتى 12 أجر. طيب يعني تفضل أسمعك يا أخي، أسمعك. تم اختطاف أحد يعني أولادك. كانت مأساة على أسرة وعلى المجتمع بشكل عام. أنا هنا ما لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى. يا أخي مجاهد، أنت من فين بالضبط يعني؟ أنا في دمت. في دمت؟ نعم. المنطقة فين؟ اللي هي دمت محافظة الضالع، بس اسم المنطقة يعني اللي انت فيها؟ لا، مدينة دمت نفسها. في دمت نفسها. طيب اللي حصل بالضبط انه احد ابنائك اللي كم عمره؟ عبد الجبار، نعم، خطف في 4/9. كم عمره؟ 4 سنوات ونصف. 4 سنوات ونصف. طيب نعم. ايش بعد كذا، ايش اللي حصل؟ احكي لنا، اسمعك انا الان. يعني اختطف يعني ولم نعرف عن مصيره. طيب من اللي اختطفه بالضبط؟ والله واحد من الخاطفين، في خاطف اسمه بلال علي عبد الله تريشان. علي عبد الله؟ بلال علي عبد الله كريش. كريش، طيب ايش الهدف من الاختطاف يعني؟ والله لا اعلم الهدف.
وقد تم القبض عليه، يعني لم نعلم ما الحدث ولا أنه معرفه. طيب جميل، يعني الولد اختطف ولمدة كم؟ 34 يوم ثم عاد إليك الآن. 38 طيب يعني كيف كانت الإجراءات اللي اتخذتموها يعني بعد الاختطاف؟ من الذي يعني هل الولد عاد لوحده ولا في الأجهزة الأمنية قامت بدورها يعني؟ والله لم يعد إلا بجهود الخيرين من أبناء العطبة وأبناء المنطقة. طيب أخي الكريم، أنت الآن ما هي مطالبك بالضبط؟ يعني أنا أقصد أنت الآن أيوه ما هو المطلوب طالما الولد قد عاد والمختطف مسجون؟ ها؟ الذي أطلبه من الجهة المختصة أن تضع حد لمثل هذه الظاهرة الخطيرة على المجتمع. هل هي ظاهرة يعني الآن الحالة اللي حصلت معك يعني هي الحالة الوحيدة أم أن الموضوع أصبح ظاهرة يعني؟ والله أعتقد أنها ظاهرة وأتمنى ألا تحصل لغيري من ما عانينا وفي كم حالات اختطاف حدثت في المنطقة؟ والله على حسب ما عندي من خبر أنه الأول حالة حصلت. أول حالة فقط؟ يعني يعني ما استطيع أقول أنها ظاهرة، يعني حصلت حالة اختطاف وأنت تناشد الجهات المعنية الآن بإيش؟ يعني بوقت مثل هذه الحالة الذي هي ظاهرة خطيرة يعني بقوة يعني، لكن أما أنه التساهل من الجهة المختصة في هذه فهي ظاهرة يعني ممتدة على اليمن كامل يعني، وهي أول مرة وصلت إلينا. طيب أخي الكريم، أنا الآن يعني أنت نحن أمام حالة فعلا يعني الموضوع يستحق أن نسلط عليه الضوء بقوة. مسألة الاختطاف مسألة يعني توحي بأن هنالك كارثة في المنطقة إذا المسألة تحولت إلى ظاهرة. طبعا لأنه الإخوة في الكنترول يقولوا أنه في عدة مديريات تمت هنالك في جبن وفي قعطبة وفي دمت تقريبا هنالك 4 حالات اختطاف، فهذه المسألة تريد جهد لابد يعني أن يبذل لكي يحد من هذه الظاهرة. لكن الذي أريد أن أعرفه بس مش من خلالك، من خلال الجهات المعنية، لماذا تتم عمليات هذه الاختطاف ومن وراءها وما الذي يراد بالضبط من هؤلاء المختطفين؟ خلينا نسأل مدير العميد علي حمود العمري مدير أمن محافظة الضالع إذا كان معي على الهاتف. السلام عليكم سيادة العميد. السلام عليكم. وعليكم السلام سيادة العميد، أنت معي الآن على الهواء في برنامج الخط الساخر. وعليكم السلام. إذا كنت تسمعنا بوضوح، فالإخوة المتصلين من قعطبة يتحدثون عن ظاهرة الاختطاف التي تحدث للأطفال خلال الفترة الماضية. يعني ما السبب؟ يعني من هؤلاء المختطفون ولماذا؟ سيدة العميد، أنت يبدو لي فاتح التلفاز، ممكن تسمعنا من التلفون لو سمحت. شكرا كثيرا يا أخي. أولا بالنسبة لمجاهد العثمي هذا، أنا استفهم القضية حقه فين؟ بجبن؟ القضية في دمت. اغلق 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 التلفزيون واسمعني من الهاتف. في دمت. على كل حال قضية اختطاف، هي قضيتين اختطاف حصلت، قضية في جبن وقضية في دمت. حق دم تم حق جبن حسب معلوماتنا قضيه في جبن وقضيه في دمت وقضيه في قعطبة وتم ضبط هناك يعني محال على النيابه والطفل سلم لاهله. اسمعك لو تسمعني من الهاتف بيكون افضل. سيادة العميد علي حمود العمري، من الشاشة ومن لا اسمعني من الهاتف فقط. اغلق يعني اغلق صوت التلفزيون عشان استطيع اكلمك ب طيب خلينا يعني موضوع كيف تعاملتم مع هؤلاء المختطفين؟ جهود تشكروا عليها، جزاكم الله خير، قبضتم عليهم، هم الان في السجن، شيء جميل. لكن السؤال هنا، طالما الموضوع اصبح ظاهره وهناك اكثر من عملية اختطاف، هناك أسئلة الآن ملحة، يعني لماذا تتم عملية الاختطاف هذه؟ نوضح لك أولا في هناك فرق بين قضية اختطاف وقضية هروب.
بين قضية اختطاف وبين وقضية هروب أو فقدان. يعني احنا عندنا قضيتين فقط، هذه هي قضية هروب. قضية من جبن لاعب وتم ضبطها. قضية من جبن وتم ضبطها من جبن وهرب لاعب وتم التنسيق معه من اب وتم ضبط القضية وهي الطفل أهله. القضية الثانية حق دم، هذا الطفل يعني أخذ من دم لا قاطرة وتم حينها التواصل مع قاطرة تجيهم وتم العثور على الطفل في قاطرة وتم إرساله لمدير الدم وسلم الطفل لأهله ولا شخص حيل النيابة. يعني قضايا الاختطاف في قضية فقط خلال الشهرين الماضية. إذا سيادة العميد، يعني أولا أشكر جهودكم التي تبذل، لكن أنا ما أريد أن أصل إليه، هل هذا الموضوع قد وصل إلى درجة أن أصبح ظاهرة في المنطقة لابد أن تعالج؟ يعني الآن هل أستطيع أقول أن هنالك خطر يهدد الضالع، أو أن المسألة فقط قضية ممكن تحصل في أي مكان ويعني من ضمن قضايا كثيرة؟ ألو أي هل أستطيع أقول أن هنالك خطر يهدد المنطقة؟ هل في يعني عصابات منظمة مثلا تقوم باختطاف الأطفال؟ لا عفوا يا أخي، هي ليست عصابة منظمة وليست ظاهرة عندنا بالمحافظة الحمد لله. يعني هي حالة من الحالات. قضيتين أسبابها يعني تعود لخلافات أسرية أو ضعف الواجع الديني، ضعف الواجع الديني عند الشخص الذي بيقوم بالعملية، لأنه احنا من خلال الحالات هذه وجدت يعني كان في خلاف شخصي بين في القضية حق جبن والقضية حق دم. اذا هذه خلافات يعني شخصية احنا يعني ما لناش علاقة فيها، بقدر ما لنا علاقة بقضية وضع وأمن المنطقة. سيادة العميد أنا أشكرك شكرا جزيلا، الواضح أنه ما فيش ظاهرة ممكن نعالجها بقدر ما هي خلافات شخصية، لكن إذا حدث أن هنالك ظاهرة اختطاف أو تعمد من سن من الناس اختطف أحد الأطفال فلا بد أن يردع بقوة وأن تتخذ ضده إجراءات قوية حتى يكون عبرة لغيره وحتى يعني تضبط المسألة في الضالع. يعني على كل حال أنا أشكرك شكرا جزيلا، أشكر تعاونك، أشكر جهودكم التي تبذل. سيادة العميد علي حمود العمري مدير أمن محافظة الضالع، أراك إن شاء الله في حلقات قادمة. مشاهدي الكرام سأذهب إلى فاصل قصير، أعود بعده لاستقبال اتصال آخر. نافذة أمل يأتيكم الأحد الساعة 8 مساء مباشرة عقب الدقائق الإخبارية ويعاد في الأوقات التالية. من سويسرا أعرفكم على أحدث الكاميرات الطبية، وفي هذه الحلقة نتحدث عن أحدث التقنيات في عالم الساعات. في هذه الحلقة نتعرف على تقنيات البث المباشر المستخدمة في التغطيات الإخبارية. في هذه الحلقة نتعرف على أسرار قيادة الطائرات العمودية. كيف يمكن للروبوت أن يتعلم من حركة الإنسان ويقلده؟ وأنا أعلمكم كيفية بناء شاحن للهاتف بمواد غير مكلفة. تابعونا من هنا من لاس فيغاس في حلقة مميزة لفورتك. فورتك يأتيكم الجمعة الساعة 8 مساء مباشرة عقب الدقائق الإخبارية ويعاد في الأوقات التالية.
حديث المساء يأتيكم من السبت إلى الأربعاء وعلى الهواء مباشرة الساعة 9 مساء عقب الدقائق الإخبارية، ويعاد في الأوقات التالية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام، لازلت معكم على الخط الساخن ولازلت في استقبال اتصالاتكم، ونعتذر عن التشويش الذي حدث قبل قليل في خطوط الهاتف الذي يعني ممكن أن يحدث ما بين الحين والآخر. مشاهدينا الكرام، هنالك اتصال من الأخ محمد علي حيدرة. مرحبا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، مرحبا أخي، تفضل. حياك الله يا أخي. معنا إحنا قضية. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله، الله يسلمك. أسمعك أخي، أسمعك أنا، تفضل. معنا قضية من 93 هي اللي حدثت في مديرية عين محافظة شبوة. أي تقريبا نفس المشكلة زالت معك. وطي صوت التلفزيون واسمعني من الهاتف. نعم أخي الكريم. يا سيد محمد علي، معي محمد علي حيدرة، صح؟ أخي نعم. محمد، أغلق الهاتف أو صوت التلفزيون وخليك معي على الهاتف. طيب أخي الكريم. عشان أسمعك، تمام، تفضل. يا أخي، معنا قضية نحن نتحدث فيها من 93. وهذه القضية يعني نحل حدثت في مديرية عين محافظة شبوة. كانت هذه القضية هي الأولى من 93، حيث أن مكتب الزراعة في محافظة شبوة في 93؟ في 93، نعم. أيوة، يعني أنت تتكلم على كم الآن؟ 93 هي تقريباً 20 سنة. الآن من 93 يعني 20 سنة تقريباً، نعم. أيوة، هذه القضية يا أخي الكريم في النحل في محافظة شبوة. اتخذت إجراءات مكتب الزراعة في المحافظة بالقيام بحملة رش مبيدات مكافحة الجراد في هذه المديرية. طيب. بحيث الذي حدث أنهم لم يستأذنوا ولم يبلغوا النحالين أن معهم حملة بمكافحة الجراد في محافظة شبوة. بدأت هذه الحملة وبدأوا فيها في الزراعة في مديرية عين محافظة شبوة. والذي حدث أنها 400 خلية راحت من النحل الموجود لدينا. يعني ماتت هذه النحل نتيجة للسموم التي رشوها عشان الجراد. طيب، تفضل. وقمنا يعني بالإجراءات الأولية الذي هو الإجراءات القانونية. بدأنا يعني بإجراءات بدءا من الشيخ المنطقة. متى بدأتم يعني بهذا؟ ب 93؟ نعم، ب 93. أنا قصدي أنه هل الموضوع تكرر من 93، يعني سنويا يحصل هذا الكلام، ولا هذه الحالة بس في 93؟ هذا هو يتكرر، لأن مكتب الزراعة باستمرار يرش يعني. نعم، باستمرار يا أخي الكريم، لأنه بوجود زراعة محافظة الشبوة، عارف أنه في بعض المناطق زراعية. أنت أحد المتضررين. نعم. كم ماتوا عليك؟ راحت 400 خلية. طبعا نحن مدافعين. 400 خلية؟ نعم. أيوة، الخلية اللي هي إيش؟ الخلية اللي هي الجبح. أيوة أوكي، النوب يعني يسمى. النوب، أيوة. 400. نعم. 400 كم سعر الوحدة تقريبا؟ والله يا أخي تفاوت ما بين من سنة إلى سنة. يعني أنت خسران تقريبا كم في هذا الموضوع؟ يا أخي الكريم، ما هي من الخسارة، نحن نتحدث اليوم، ما هي من الخساررة نحن الذي ألمنا اليوم أننا نحن بلغنا بدءا من شيخ المنطقة، ثم يعني مأمور المديرية، ثم انتقلنا إلى مكتب الزراعة بمحافظة شبوة. ثم حدثت توجيهات من محافظة شبوة. تقدمتم يعني بإيش؟ تقدمتم بماذا؟ ما هي طلباتكم يعني؟ قدمنا بالتوجيهات التعويض، تعويض الخلايا هذه الذي راحت في مديرية عين. طيب، أنا أقول لك الآن كم خسرانين، قلت مش مهم الخسارة، طيب إيش المهم؟
المهم نحن نعيش في دولة، هذه الدولة لا تجري أهمية لأي مواطن من هذا المواطنين. طيب يا عزيزي، أنتم الآن بعد ما تقدمتم بهذه الطلبات للجهات المعنية، كيف كان رد الفعل؟ يعني إيش اللي حصل بالضبط؟ رد الفعل أنا أشكرهم أنهم يعطونا توجيهات بالتعويض. يعطوكم توجيهات بالتعويض؟ أها. متى 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 كانت هذه التوجيهات؟ هذه التوجيهات غلت من 93 إلى اليوم حدثت نحن في التوجيهات. متى آخر مرة حدث فيها رش؟ نحن الرش يحدث مستمر، نحن نقلنا من هذه المنطقة، منو من تعارف يعني من منطقة إلى منطقة يتنقل، يعني النوب يتنقل من منطقة إلى منطقة. نحن اليوم يعني في موسم يعني النحل، موسم يعني العسل، يتنقل من مديرية لمديرية، من محافظة إلى محافظة، يعيش يعني عارف أن النوب يعني يعيش في حالة. طيب أخي الحبيب، أنا أريد الآن، أنا فهمت تماما ماذا تريد أن تقول. الآن اللي حاصل أنه عملية الرش هذه تتسبب بقتل النحل. أوكي، طيب أنتم الآن هذه القضية حصلت في 93، وكمان يعني متى آخر مرة حصلت؟ والله إحنا لم نطلع عن آخر مرة حدثت يعني في المحافظة، تحدث هي في كل موسم زراعي، كل موسم في كل زراعي. موسم متى آخر موسم كان؟ آخر موسم الذي حدث في 2011. آخر موسم في 2011، هل حصلت أضرار في 2011؟ عندنا نحن لن لا تحصل، لأننا لا هنالك متضررين من 2011. نحن ندعو الجهات المختصة بالتوجيهات الذي أعطوها لها. التوجيهات الجهات المختصة من يعني؟ وزارة الزراعة، بمعالي وزير الزراعة. وزارة الزراعة وجهت من بالتعويض؟ والمسؤول الأول عن هذا وجهت من بالتعويض؟ ها؟ من وجهت وزارة الزراعة؟ من وجهت بالتعويض؟ وجهت يعني بدءا بمكتب الزراعة محمد. يعني هي وجهت مكتب الزراعة للتعويض؟ أي نعم، هي المعنية بالتعويض. إذن المطلوب أن نتابع الوزارة تعويضاتكم. نحن نريد نطالب. التوجيهات أتت، آخر توجيهات حدثت معنا من محافظ شبوة أحمد علي بحاج، تمام، بتكرم يعني توجيهات وعطاها إلى وزير الزراعة بتعويض المذكور. جميل. أنت يا أخي الآن طلبك أنه تريد هذا التعويض، التعويض لم يصرف إلى الآن. الآن المكتب الذي يفترض هو معني بهذا التعويض، إيش رده بالضبط؟ يعني لماذا لم يعوضك؟ إيش مبرراتهم؟ شوف، آخر توجيه الذي حصل من محمد باسندوة، ما علي رئيس الوزراء محمد باسندوة، تمام، حدث من التوجيه ثم نقل إلى يعني وزير المالية الصخر الوجيه، ثم نقل صخر الوجيه بتوجيهات إلى محافظة الشبوة. لا يوجد عندنا تعويضات في 2013. من اللي قال إنه مش تعويضات؟ وزير المالية صخر الوجيه. ولم يعطي إلى الآن. نحن نطالب على كل ننتم أيوة، أنت تطالب بإيش؟ نحن نطالب معالي وزير الزراعة المعني الرسمي بهذه القضية أن يتحمل مسؤولية كل ما يجري. جميل. كل ما يجري، نحن اليوم نطالب يعني مطالبة سلمية. طيب جميل. إذا أخي الكريم أنا أشكرك ووضحت الصورة. أنتم الآن متضررين مما يحدث من رش. يفترض أنه الآن نحن نتصل للأخ عادل الشيباني مدير مكافحة الجراد، وأيضا المعنيين في وزارة الزراعة لنسألهم عما يحدث في هذا الموضوع وعن التعويضات التي لم تصرف. لكن أخي الكريم أعتذر، لأن الإخوة يبدو لي أنه ما ردوش علينا، وأيضا الوقت انتهى، لا نستطيع أن نأخذ معهم مكالمة نستطيع من خلالها أن نفهم الوضع. يعني الآن الإخوة في الكنترول بدورهم بيتابعوا الأخ عادل الشيباني والجهة المعنية بهذا الأمر، وغدا إن شاء الله نتواصل معهم ويعني نوصل لهم طلباتكم أنتم، طلبات المتضررين من هذا الموضوع، ونشوف بالضبط ليش إلى الآن لم تصرف هذه التعويضات. مشاهدي الكرام، يبدو أن الوقت قد انتهى. عاد باقي معنا اتصال يا شباب ولا خلاص انتهى الوقت؟ جميل. إذا مشاهدي الكرام سنلتقي غدا بإذن الله في نفس التوقيت. إلى اللقاء.